مال لاعب الكرة، ايش مال بقى لاعب الكرة؟ يعني ادخلتنا في امر جلل. الحق ان نقول لاعب الكرة ما عمله؟ ما هو العمل؟ المال الذي يدفع، يدفع مقابل ايش؟ يدفع مقابل عمل. ما العمل؟ ما العمل الذي عمله لاعب الكرة؟ المسألة تحتاج إلى نظر في هذا الباب، لكن قد نقول أنه يقوي بدنه، وأنه يعني بحسن خلقه، وأيضا بتفريغ الوقت من أجل يعني إمتاع الناس، قد نقول بأن هذا يستلزم مقابل، لكن هذه المسألة تحتاج إلى نظر كبير جدا، وتحتاج إلى فتوى يعني منطبقة على التوصيف العام. لكن إذا كان اللاعب يعني الجهة المختصة أو ولاة الأمور أو الوزارة نفسها، وزارة التربية والرياضة، تضع أموالا للفائز دون يعني النوادي أنها تشترك بذلك، وتضع لهم أموالا لهذا، هذا حل وبل، ليس فيه ثمة شيء. أما في بلاد الغرب يتقامرون المقامرات في هذا الباب، لا تجوز بحال من الأحوال. طب الرواتب اللي بيأخذها، قلنا أن هذه المسألة تحتاج إلى دقة نظر لتكون الفتوى منطبقة، لأنه أي مال يؤخذ لابد له من عمل، لابد أن يكون مقابله عمل. فهنا العمل أن تقول يلعب، أنه يلعب، فهل هذا يكون مقابلا للأجر؟ قد نقول لا، إسعاد الناس، النظر في تقوية البدن، تقوية البدن نافعة للأمة الإسلامية. علموا أولادكم السباحة والرماية من أجل تقوية البدن، من أجل أن تكون الأمة قوية، والمؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. المسألة تحتاج إلى تفصيل، وتحتاج إلى ضبط انطباق الوصف حتى تقول في هذا الباب قولا فصلا، فأنا تركته إجمالا أولى بكثير أن أفصل فيه القول، إلا أن يأذن الله بوقت آخر أو بأمر آخر، أو يعني بما تتاح فيه الكلام نوسع فيه الكلام حتى يكون الوصف منطبق وتكون الفتوى ظاهرة. لكن كما قلت في هذا الباب أنه لهم أبواب أخرى، مسألة تقوية البدن، مسألة تفريغ الوقت لإمتاع الناس، هذا يعني فيه ملحظ قوي في مسألة الأجر.